أنا إن شاء الله السنة دي تنتهي على خير و2021 تكون سنة خير علينا جميعا وعلى مصر بإذن الله وعلى النادي الأهلي. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. طيب بمناسبة بقى الكلام عن النادي الأهلي، وكما عودناكم دائما بنستهل مع حضراتكم كل حلقة من حلقات البرنامج بآخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالنادي الأهلي. امبارح فريق النادي الأهلي بدأ رحلته للدفاع عن لقب الدوري بالفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، طبعا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز. تقدم علي معلول للنادي الأهلي من ضربة جزاء احتسبها إبراهيم نور الدين حكم المباراة بعد عرقلة محمود حمدي حارس المقاصة لمحمود كهربا في الدقيقة الرابعة، وتعادل مروان حمدي للمقاصة في الدقيقة 41، وبينجح بعد كده محمود كهربا في تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 87 بيضيف السولية الهدف الثالث للنادي الأهلي. باتسو موسيماني المدير الفني للفريق كمان اجرى التغيير الاول مع بدايه احداث الشوط الثاني زي ما تابعنا، ودفع بناصر ماهر بدل من طاهر محمد طاهر، وتدخل هنا حكم المباراه ولغى هدف لمحمد شريف باشاره من احمد نوفل حامل الرايه ده بعد ما لجأوا للفار، وضاعت هنا فرصه مؤكده للاهلي كانت في الدقيقه 63 تحديدا بعد عرضيه كانت رائعه، يعني كلنا شاهدناها كانت عرضيه رائعه حقيقي من معلول في الجبهه اليسرى، قابلها كهربا بالقدم وبضعها في شباك المقصة ده كان من الخارج. وأجرى كمان موسيماني تغييرين في الدقيقة 81 كان بنزول صلاح محسن، وأليو ديانج ده كان بدل من محمود كهربا ومحمد شريف، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف عشان يسجل هنا أول ثلاث نقاط بتضعه بقى في مقدمة جدول المسابقة، وبداية أعتقد جميلة جدا يا كريم، بالتوفيق إن شاء الله للفريق. اللي حصل كمان ان ناصر ماهر لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي غادر ملعب المباراه امام مصر المقصه ومتوجها لاحدى المستشفيات لاجراء فحوصات دقيقه. انتقل ناصر ماهر برفقه طبيب النادي الاهلي في عربيه اسعاف الى احدى المستشفيات لاجراء اشعه على الكتف بعد الاصابه التي تعرض لها خلال المباراه، وكان طبعا ماهر قد تعرض للاصابه بكدمه قويه في احدى الكرات المشتركه ويغادر المباراه في الشوط الثاني متاثرا بهذه الاصابه. ربنا يشفي ان شاء الله وتعدي على خير. نكمل محاضراتكم بقى. كابتن سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للاهلي قال ان الفريق حقق فوز مهم جدا على حساب فريق مصر المقاصه ده في المباراه الاولى للفريق بالموسم الجديد، واوضح ان الفوز كان مهم عشان يحقق ضربه بدايه قويه في مشوار المنافسه على اللقب، ونجح كمان اللاعبون هنا في استعاده التوازن من جديد على الرغم من استقبال هدف التعادل من جانب المنافس، خاصه ان كل الفرق بتقدم أفضل ما لديها أمام الأهلي. أشار كمان قمصان إلى أن الأهلي لم يصل إلى المستوى اللي بيسعى ليه الجهاز الفني، خاصة بعد الفوز ببطولتي أفريقيا وكاس مصر وحالة كمان الإجهاد اللي عليها الفريق. قال كمان أن القادم هيكون إن شاء الله أفضل من خلال الجهد اللي بيقوم به الجميع من أجل تقديم كرة ممتعة وتحقيق الانتصارات.